استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في قاعة التشريفات بمطار البحرين الدولي وفد المنتخب الوطني لكرة اليد العائد إلى أرض الوطن بعد ختام مشاركته في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، والتي نجح خلالها بقطع تذكرة العبور للأولمبياد بعد أن نجح في تحقيق المركز الأول عن جدارة واستحقاق في التصفيات إثر فوزه على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 34 هدفا مقابل 29 في المباراة النهائية لهذه التصفيات. وقد أعرب سموه عن فخره واعتزازه بالنتيجة المشرفة التي حققها رجال الأحمر في المشاركة، والتي حصدوا من خلالها على الميداليات الذهبية وبطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو. وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: إن مملكة البحرين تفخر برجال أمثالكم، صنعوا مجدا جديدا لكرة اليد البحرينية، واستطاعوا أن يتربعوا على قمة كرة اليد الآسيوية. لقد شرفتم الوطن بتأهلكم إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، فهذا الإنجاز التاريخي سيظل راسخا في ذاكرة الرياضة البحرينية كأول منتخب بحريني للعبة جماعية يصل إلى الأولمبياد، متمنيا سموه للمنتخب دوام التوفيق والنجاح لإحراز مزيد من النتائج المشرفة. أهني صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله، تهنئة لسمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد. ما تحقق إنجاز بمعنى الكلمة. الحقيقة أنا أحد المتابعين لجميع أنواع الرياضات، كرة اليد البحرينية متميزة دائما. الوصول إلى الأولمبياد أكبر تجمع رياضي في العالم إنجاز كبير، ولما تمثل آسيا بهذا العدد، آسيا تتكلم عن 4 مليار، الممثل الوحيد اليوم لآسيا هي البحرين، إنجاز يحق لنا نحن نفتخر فيه. سمو الشيخ ناصر راهن على الشباب البحريني رهان كبير، تحدي كبير. هو رياضي بالدرجة الأولى، يعرف معنى الإنجاز، يعرف معنى التحدي، يعرف ماذا يقول وعلى من يراهن. لذلك تهنئة لكل من كان خلف هذا المنتخب، فعلا نفتخر فيه. هناك جنود مجهولين لهم كل الشكر. نتمنى أن نشوف البحرين دائما في المراتب الأولى. هذه فرحة وطن، يعني كل إنجاز اللي قاعدين ينجزون الأبطال
ذي يفرح وطن ويفرحك البيت اللي عندنا في البحرين. والحمد لله هذا اللي يثبت أن خطة وخطوة وتخطيط المجلس الأعلى لشباب الرياضة في محله والإخوان وتنفيذ اللجنة الأولمبية برئاسة سيدي اسمه الشيخ خالد بن حمد الخليفة هم بعد قول وفعل مثل ما قلنا في الماضي. هذه الإنجازات اللي قاعدة تتحقق حق البحرين وشعب البحرين والرياضة يعني قاعدة توصل إلى مراحل عالمية إقليمية وخليجية. طبعا طفنا هاي المراحل الآن وصلنا إلى المراحل العالمية وإلى الحلم إلى الأولمبياد عن طريق منتخب اليد. يدنا فخرنا والحمد لله وصلنا إلى أولمبياد طوكيو. في ناس عملت في من السبعينات ومن الستينات على لعبة تأسيس لعبة كرة اليد ولهم لهم مكانتهم وتعلمنا منهم الكثير احنا. فهذه الشغل اللي صار ما كان اعتباطه ولا كان في كم سنة الأخيرة اللي أنا ترأس الاتحاد. في رؤساء كثير مروا على اتحاد كرة اليد وخططوا وأنجزوا الأشياء الكثيرة. الكل شاف في النصف النهائي كنا نلعب من غير ضغط، تركيز، انضباط في الملعب، وهذا الشيء اللي فرق ويانا والحمد لله رب العالمين. ربي كرمنا بالفوز وفي النهائي يعني تكلم عن منتخب كوريا الكل شاف انه في بداية في الشوط الاول شلون كنا نقصر في بالدقائق كان موضوع شيء غريب يعني. والفريق الكوري يتميز بالسرعة وكان واجد متعبنا والحمد لله رب العالمين دخلنا بروح ثانية في الشوط الثاني وهي اللي فرق ويانا. لعبنا من داخل القلب يعني والحمد لله رب العالمين توفقنا وخذينا البطوله.